ينتظر المباراة الأخرى، سيكون زميلنا إبراهيم الموسى في مدرجات هذا الملعب مع مدرج النجوم ومع مدرج الفهد، رفقة من النجوم الكابتن محمد نور وبقية النجوم وصل الذويبي وأسماء الضيف الكبيرة والقادمة. لحظات وستنطلق المباراة. شكرا الله مطلع. نعم. سمع. الكابتن النجوم القادمة من الطائف. الطائف بكامل النجوم اجتمعوا في فريق النجوم. بكامل النجوم اجتمعوا في فريق النجوم الفهد، ونتحدث عن مشوار الفريقين وكيف وصل الفهد الى هذه المرحلة وكذلك النجوم الى هذه المرحلة. الجماهير الحاضرة والان نذكر الجماهير بان البطولة وصلت عدد اهدافها الى 100 هدف بعد اهداف المباراة السابقة، والان دخول الفريقين النجوم والفهد لأرضية الملعب. مدرب فريق لا عصم اليوم لازم يكون متواجد في كل الاوقات، عصم شوط اول شهدنا افضليه للفهد من ناحيه التسجيل، قراءتك التحليليه بشكل سريع. صوت كان جميل، صوت كان سريع، لكن كان عادي الفريقين كلهم مركزين صح، بحكم انه نور وصل كذلك الكوره هذه عصم فريق الفهد متفوق بدنيا المشاهد في الشوط الاول، مهاريا هل ممكن مهاره النجوم تحدث فارق الشوط الثاني؟ والله اكيد نتكلم كذلك على خبرة تقريبا ممكن المهارة عصص كفريق وصل إلى مرحلة متقدمة، مين الأفضل للمواجهة؟ والله هذا الإنسان من ما ضفتها اللي يجيب والله من ناحية فنية بحتة المباراة رايحة لمين؟ صراحة أشوف فرح الواقف صح. شكرا لكم.